الخير من القاهرة والناس ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. الرئاسة الحديث عن توطين الفلسطينيين بسيناء غير مقبول. عودة مصر لمبادرة حوض النيل بشروط. رغم التحذيرات مستريح جديد وضحايا جدد. وظريف يوبخ أردوغان تركيا مهزومة وتثير ضجيجا. وإليكم تفاصيل النشرة. اليقظة وأعلى درجات الاستعداد القتالي، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، حيث ناقش الرئيس تطورات الأوضاع الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى مستجدات جهود مكافحة الإرهاب في شمال سيناء. وشدد الرئيس على ضرورة التحلي بالخطط الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة البلاد، مشيدا بما يقدمه أبناء مصر الأوفياء من رجال القوة المسلحة والشرطة بطولاتهم وتضحياتهم في خدمة وطنهم وفدائهم مصر وأرض سيناء الغالية بأرواحهم. هذا وأكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ما تم ترديده مؤخرا من شائعات بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين في سيناء هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري، وأنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة، خاصة وأن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار، مشددا على عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى الواقع بأي صلة، والتي يثيرها البعض بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة. عودة مصر لمبادرة حوض النيل بشروط. فقد كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أنه اجتمع مع وزراء دول الحوض على هامش الاحتفال بيوم النيل في تنزانيا لمناقشة عودة مصر للمبادرة وأسباب تجميدها لأنشطتها منذ 7 سنوات، حيث تم التأكيد على أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97%، قائلا: نتفهم مشكلة الطاقة في دول الحوض ونحاول مساعدتهم من خلال إنشاء مشروعات وحلول مبتكرة. كانت القاهرة قد قررت في 2010 مقاطعة المبادرة بعد تمرير اتفاقية عن تيبي بدون موافقة مصر، واشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية. القطاع الخاص والتنمية. فقد أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال ملتقى رجال الأعمال المصرية اللبنانية الثالث بالعاصمة بيروت أن الملتقى يشهد مشاركة القطاع الخاص لكونه محركا أساسيا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة، قائلة: إن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للدخول في المجالات الاقتصادية المختلفة، وأيضا لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. ورغم التحذيرات مستريح جديد وضحايا جدد، فقد قررت النيابة حبس مستريح جديد 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح تصل إلى 5% شهريا، كما قررت ضبط وإحضار ابن المتهم وشريكه في كافة القضايا. وظريف يوبخ أردوغان. فقد هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا وسياساتها ردا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان والتي اتهم فيها سياسات طهران بزرع الطائفية، مؤكدا أن بعض الأطراف في المنطقة مهزومة لكنها تثير ضجيجا وتعلق أملا على الرئيس الأمريكي ترامب، وهي نفسها الدول التي دعمت داعش والنصرة، والجميع يعلم أن الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة كانت نتيجة لسياستهم، واتهم ظريف الأتراك بضعف الذاكرة والنسيان ونكران الجميل، قائلا: لم نتوقع هذا السلوك من جيراننا، لكن لدينا يقين أن تلك السياسات ستعود عليهم بالضرر. نهاية النشرة، إلى اللقاء.